الربيع العربي وتداعياته الإقليمية والدولية جعل العراق يحتاج وقت أطول لكي يستقر. وبالتالي أن ما حصل الذي حصل في سوريا، أنا لن أتكلم ما حصل في مصر أو ليبيا أو السعودية أو اليمن، أنا أتكلم دولة مجاورة إلي هي العراق، هي سوريا. وبالتالي يجب أن تحل الأزمة السورية بشكل أو آخر كي يمكن أن نرى كيف يمكن حل الوضع في العراق. الأصل برئيس الوزراء يتخذ قرارات ويوجه ويحاسب. كيف يذهب هؤلاء الآلاف من مواطني دولته للقتال تحت شعار لكنهم يقتلون في حلب بعيدا عن الست زينب؟ هذا أجبر رئيس الوزراء، وجاء أيضا لمعالجة ما الذي وقع فيه السيد الجعفري وزير الخارجية. قال لدينا دستور والدستور يكفل حق السفر. إذا كان الدستور العراقي يكفل حق السفر لمواطن عراقي يذهب ويقاتل في حلب، فدساتير الدول الأخرى تكفل حق السفر لمواطنيها للقدوم إلى العراق والقتال. هكذا تشخيص للأوضاع يجب أن يعاد النظر به. يعني من مؤتمر موسكو للإيرانيين والسوريين والأتراك، السيد الفياض مستشار الأمن القومي حضرم. موجود، نعم. بس قال أنا ذاهب لموضوع آخر، لكن هو موجود كان. وبالتالي هذه الجبهة الجديدة كيف سيتعامل معها المجتمع الأوروبي وإدارة ترامب الجديدة، نعم. التي بالتأكيد تشعر الآن أنها خسرت جزء، نعم. من معركة حلب، ولكن المعركة على الإرهاب لم تنتهي بعد. والآن يجب أن نفكر هذا التوافق الإيراني التركي الروسي العراقي كيف سينعكس على العراق خلال عام 2017، كيف سينعكس على المطالب الأخوة الكرد في الاستقلال. وهنالك نلاحظ أكو مشكلة بين أربيل وسليمانية تتفاقم.